بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الثانية في السيستود لإخواننا طلاب كلية الطب البيطري، الفرقة الثانية، الزملاء الأعزاء. هنكمل مع بعض النهاردة إن شاء الله منهج السيستود. اللي كنا أخذنا المرة اللي فاتت المقدمة والديفلوبوسرم لاتم والديفلوبوسرم مانسوناي، وخدنا التنيات كلهم. والنهاردة هناخد أول حاجة جينس إيكينوكوكس. إيكينوكوكس إيكينوكوكس دي الهوست بتاعها الدوج والفوكس والولف. خلي بالك الدوج في السمول انتستين. خلاص احنا عرفنا ان السيستود معظمها بيبقى او كلها بتبقى موجودة في السمول انتستين ما عدا اثنين. قلنا واحدة بتبقى في السمول انتستين اللي هي انابلوكيفلا ماجنا بتاعت الاكواينز، والسيليزيا هيباتيكا اللي موجوده في الليفر، الباقي كله في السمول انتستين فما نحفظش كتير. الانترميديت هوست عباره عن رومنانت والبيج وممكن المان. خلي بالك الارفل ستيج بتاعها يونيوليكولار هيدال سيست، ودي تبقى موجوده مين اللي في الليفر لكن تروح الرانج وتروح البرين وتروح البونمر. طولها 3 ل 5 ملم وعباره عن سكولس هونيك و3 سيجمنت اماتيور وماتيور وجراف سيجمنت. السكولس بتاعتها نان ريتراكتبل روسيلم ارمد دبل كراون اوف هوكس، في يبقى في روسيلم وفي معاه هوكس. ده شكل الكاينوكوكس لو انت فاكر في المعمل كلها بتشوفها تحت الميكروسكوب. ادي السكولكس اهو المنظر ده، وبعدين المنطقه دي منطقه النك، وادي الاماتيور وادي الماتيور وادي الجراف سيجمنت تفصيليا او تخطيطيا اهي الهوكس والسكولكس والنك والاماتيور والماتيور والجرافيت. طبعا الجرافيت بتتحول كلها اليوترس عشان تبقى مليانه بالاوفر. اللايف سايكل يعني مش عايزك تحفظ لكن تبقى فاهم ان ده خلاص ان الادر دي موجوده في السمول تيستن، هتحط الايج، الايج ماتيور والماتيور طالما هي ماتيور يبقى خلاص هياخدها الانترميديت هوست، هتحول فيه لايه الهيدات سيست اللي هي عباره عن لارفل ستيج، يجي الدوج ياكل الهيدات سيست يجي الادر. خلصنا يعني احنا في ستود نلخص الدنيا، مش هنقعد نحفظ كل واحده دوره حياه ليها يا جماعه، ما حرام عليكم. الميموري هتبقى بتجيب منين؟ هو الادلت موجوده فين؟ موجوده في السمول انتستين، هتحط ايج، الايج ايه ماتيور، هتعدي الانترميديت هوست ياخدها يتكون فيه اللارفال سيل لو هيدا سيل، يبقى الدوج يجي ياكل هيدا سيل اللي فيها من الانترميديت هوست يجي له الانفكشن. نفس الكلام هنا برضو بالنسبه للانسان بيبقى ياخد الايج بتاعت الكاينوكوكس. النوع الثاني اللي هو الالفلار مالتيكولاريس، وده نفس الكلام لكنه بيصيب الفوكس اكتر والولفز اللي هو والانترميدوس بتاعته بتبقى رودنت وممكن برضه تصيب الانسان، وبنسمي اللارفال سيج بتاعته مالتيكولار هيدات سيست. دياجنوزس اولا في ديفيد فورس انا عشان اشخص بالنسبه للدوج زي اللي التاني بشخص بشوف الايج خلاص ديتكشن اوف انتيجين او ديتكشن اوف ايج بتاعت الكاينوكوكس او الجراف سيجمنت. ما هي الجراف سيجمنت هتقول دي ان هي كاينوكوكس ولا والايج زيها زي بتاع التانية خلاص مفيش مشكلة. ممكن اعمل ديتكشن الانتيجين في الستور، ساعات بنعمله بالاليزا لو التكنيك يسمح او البي سي ار ممكن نشوف بيه. لكن الهيدات سيست اللي هي اللارفال ستيج بتاعها اللي هو بيبقى موجود في معظم الحيوانات في مع غير الدوج والانسان بتعمل هيدات ديزيز. It is the larval stage of Echinococcus granulosus. This is a different tissue of intermediate host. التايب بتاعها بتاعها سيست في يونيوليكولار هيدات سيست، في مالتيليكولار هيدات سيست، وفي بوليسيستيك هيدات سيست. المورفولوجي سايز بتاعها لو انت فاكر السيست سنيورس، لو انت فاكر السنيورس سيربرايز بتاعت المالتي سيبس مالتي سيبس كاسيت بتاعها زي البيضة الصغيرة كده، انما دي بتتراوح من تنس بول للهمانز فيست اللي هو كد راس الطفل الصغير، ممكن توصل ل 20 سم في الدايمتر، والشيب بتبقى سفيريكال وبيك ومليانه بفلويد من جوه بنسموه هيدات فلويد. الول بتاعها كومبوزيت في ان اوتر فايبرس لاير سراوند ذا سيست، وبعدين بيبقى فيه بعد كده جير من الله اللي هي بتزود الحجم بتاع السيستم، وبعدين الكونتنت بيبقى فيها سولات السكولكس، فيها برود كابسول، فيها حيدات فلويد،
فيها كورباسلز موجوده، فيها تينويد هوفز، فيها اندوجينس ذات دوتر سيس. الدوتر سيس في اكسوجينس واندوجينس سراوندنج ذا لاميليتد اند جيرمينال لاير. الاكسوجينس واندوجينس تبقى موجوده في في الفلويد. هذا الساند لو احنا سحبنا الفلويد ده من السيست سرنج كده وسحبنا الفلويد وعملنا له اسبيريشن واحنا عاملين سيدمنتيشن، هنشوف من تحت في ساند كده يتكون من التينويد هوكس ومن الكورب برود كابسول والسكولكس والجيرمنال لاير الموجوده المتقطعه. ده شكل هذا السيست، ودي شكلها اهو شايف بتطلع من البرين ازاي. ده كله هذا السيست شكلها، شوف في الليفر ازاي، ده اسمه هذا السيست. كروس سيكشن في الهيدا سيس عشان نشوف الاستراكشر بتاعها، وده اعتقد بنشوفه في المعمل. وادي الهيدا سيس برضه بالشكل ده، والبروتو سكولكس بتاعت الهيدا سيس جميلة، وده الهوكس بتاعتها شايف عاملة زي الخنجر كده. ممكن دي الهيدا سيس اهي في الاستراير الهيدا سيس، فيها الجيرمان لايف تبقى خلاص مش قادرة تطلع سكولكس ولا بروت كبسول. وكالسفايد هذا السيست احيانا بيترسب عليها كالسيوم بروتون، وممكن تبقى اوسيوس هذا السيست موجوده في البون. كل ده بيعمل لي في الهيومن وبعض الحيوانات هيدات الديزيز. ايه هو الهيدات الديزيز؟ هيدات الديزيز انفستيشن ذا هيومن تيشو بيز لارفل ستيج اوف كاينوكوكاس ميونوز. انفستيشن ذا هيومن تيشو بيز لارفل ستيج اوف كاينوكوكاس ميونوز من هذا السيست. طب كده لو سألتك من غير ما تبص معايا ولا تقول المود اوف انفكشن ازاي؟ دي لارفل سيج هتعدي بيها ازاي؟ هتعدي ان انا اخد الايج، اخدها ببلاينج مع الدوج، وفي ناس بتعمل كيسنج للدوج وممكن تاخد الايج منه ماشي، او يحصل كونتمنيشن للفود والووتر بتاعك عن طريق الاكينوفوكس ايج ماشي، مفيش مشكله عندي. لكن في كلتا الاحوال ان انا باخد مين الايج؟ يبقى الانفكتيف ستيج بالنسبه لحداد ديز هو ايه؟ ايج. برافو عليك. انما الكاينوكوكاس جرانولوزس، الانسان لا يصاب بالكاينوكوكاس جرانولوزس ولكنه يصاب بالهيداسيس. الكاينوكوكاس جرانولوزس عشان تصاب بيها يصاب بيها الدوج وياخد الهيداسيس. الهيداس ديزيز هو انفستيشن زي هيومن تشو بيز لارفل ستيج اوف كاينوكوكاس جرانولوزس. الهيداسيس عشان يصاب بالهيداسيس لازم ياخد الايج. قاعده وانتهت وخلص نفسه. بس الجينيز تبقى للاورجن اللي حصل له المشاكل. لو الهيداسيس كونت في الليفر بتدي اعراض معينه، لو اتكونت في اللانج تدي حاجه معينه، لو في البرين وهكذا. بشخص الهداسي ازاي؟ بكلينيكال اول حاجه هاي ايزينوفيليا هاي ديتد سريل، تقعد تخبط عليها كده تديك عشان فيها فلويد. انترا ديرمال بيسموه كازون تيست، بحقن كميه من الفلويد ده في السكن وانترا ديرمال واشوف الرياكشن بعديها ب 20 دقيقه. سيروجيكال تيست او بريسيبيتيشن تيست، اكس راي سي تي ممكن ينفع، سيرجيكال ريموفال. واحيانا في ناس بتقول لك نحقن السيست ب 10% فورمالين او الكحول بيموت الجيرمان لاير، يعني ممكن ينفع برضه. الحاجه الثانيه اللي هي جينس داي بليديا. داي يعني تو، بليديا يعني جيت، يعني فيها بورتين كده موجود، يعني فيها تو يوتراين بول بتطلع منهم على الجناب موجودين. دبل بور تاب وير، والهوست بتاعها عبارة عن الدب والكات، وممكن الإنسان يصاب بها اكسيدنتلي اكسيدنتال، لأن هنا البرزات بيبقى اكسيدنتال يعني معناها في ابنورمال هوست. لما تيجي في الإنسان تبقى ابنورمال هوست وليه، هنعرف دلوقتي ليه، يعني ليه؟ لأن طريقة الانفكشن نوت سوتبل تو مان. الانترميت هوست الدب والكات فلي، هنا هنا ارثروبود هو الانترميت هوست سمول انتستين تبقى موجوده طبعا. ده شكل الادلت بتاعتها طبعا سستودة عاديه. شكل السكولكس اهو فور ساكلز، وبعدين في رستولم وسيفر روم الهوكس اهو، في حاجات من الهوكس كده عامله زي المنشار. دي الماتيور سيجمنت، وخلي بالك عشان اسمها داي اهو، داي يعني فيها تو كومن جينيتال بور، في اتنين جينيتال بور اهو، واحده واحده، وفيها تو سيت اوف جينيتاليا، فيها تو سيت اوف جينيتاليا. خلي بالك حته تو سيت اوف جينيتاليا دي هنجيلها تاني. ده بليديا كان عشان كده بتسموها ده جرافيك سيجمنت. طبعا السيجمنت هنا بتحول كلها ليوترس، وده الكبسول بتاعتها بتبقى من 8 ل 15 اوفا وسفيريكال وسنشل، والساس بتاعها بيبقى من 25 ل 40 مايكرون، وتبقى زي
ايج بوكت كده، عامل زي ايج بوكت، عامل زي ما يكون واحد واكل بذر الخيار كده، عامل زي بذر الخيار. وطبعا الايج بتاعتها زي بتاعت التانية. يا بقى يا حبيبي الايج بتاعت التانية بتقول دي تانية، شوف خدنا كام واحدة تانية، وخدنا واحدة كام واحدة كانوا كوكا سودا كله كله تاني، لكن اللي فرق بينهم بإيه؟ شاطرة قولي كاينوكوكس. قولي يا ابني بالجراف سيجمنت، برافو عليك بالجراف سيجمنت. هي الجراف سيجمنت تقول لي دي تينيا سوليا، دي تينيا ساجيناتا، دي كاينوكوكس، دي دايبليديم، وهكذا. يبقى هنا الدايجنوستيك السيج ايه؟ الايج عشان تقول دي تينيا، والجراف سيجمنت عشان تقول دي النوع بتاعها ايه. الاربع ستيج هنا كريبتو سيستك سيستك كريبتو، يعني ما فيش تيل، كريبتو سيستك سيستك كويد زي الشكل اللي انت شايفه ده. و ذا لارفا ستيج بتاع الدايبلوديوم كاناينا، وموجود في البودي كارت بتاع الانترميت هوست اللي هو عباره عن ارثروبود اللي هو الدوج فلي ورات فلي، وبيبقى عامل زي الاوتر سبروبر سيست وول اند انر وول فورمد اوف نيك اند كونجنيتد افيرتد سكوليكس. ده شكل لارفا ستيج بتاعها اللي بنسميه سيستي سيركود او كريبتو سيستيك سيستي سيركود، يعني وزود دي. تعال نشوف اللايف سايكل، ركز هنا بقى عشان تفهم، عشان تفهم اللايف سايكل بتاعت اللي جاي كله في السستود، عشان ارجوك مش عاوزين نحفظ كتير ونلم المنهج بسرعه. احنا قلنا الادلت موجوده فين؟ اهي الادلت موجوده في دول، خلاص اللي في الانيمالز الموجوده في الدوج والكات والمان. ماشي، هتنزل الجراف سيجمنت اهي، ودي بتشاف الايج بوكلت فيها الايج، ما حلو خالص. الايج دي هتاخدها اللارفا اوف فلي، هتاخدها اليرقه بتاعت الفلي، تمام؟ ليه؟ لان اللارفا دي بتتغذى على الديكي مطر، فبتاكل الزباله، الزباله فيها ايج، خلاص. الايج دي تتحول لسيست سيركويد لما اللارفا دي تتحول لاضلت. يبقى كاما لو كان، خلي بالك معايا، كاما لو كان عندي تو لايف سايكل ماشيين ناحيتين، واحده في الفلي وواحده في الايه في الدايبليديم كران. الايج بتاع الدايبليديم كران بتاخدها اللارفا اوف فلي لانها بتتغذى عليها، خدتها تروح تتحوصل في المصل بتاعتها وتتحول ل سيركويد في الفتره اللي هي تكبر فيها اللارفا دي، تتحول لأضلت. في الاخر عندي ايه؟ عندي ادلت فلي كونتيننج انفكتد سيستر كول، اللي هي دي اللي هي دي 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 هاي. يجي صاحبنا ده وده واكسيدنت للاخ ده ياكل دي، خلي بالك انا بقول ياكل يعني انجست، ياكل الفلي اللي فيها سيستر كود، يحصل لها تتهضم وتنزل في السمون تيستن، تديني سيستر كود، روح مديني ادلت، مفيش مشاكل عندي. لكن خلي بالك ان الفلي دي بتمص دم، مش هتقرص الانسان وتدي له ده، لا ما ينفعش، لان ده موجود في المصر مش موجود في البوز بتاعها. وبالتالي انا هنا قدام تطور الاثنين، الايج بتاعت الدايبليديم كانانا بتاخدها اللارفة بتاعت الفلي، مسافه اللارفة ما تتحول لأضر، تكون الايج تحول لسيستركود، يجي الكلب ده يروح بالع السيستر كود اللي هو بالفلي بالفلي بالسيستر كود بالدنيا كلها، ويحصل لها ديجيشن وتديني سيستر كود في السمول انتستين وتديني ادلت بعد كده. الطريقه دي حلوه للدوج وللكات لان بتقعد تنظف جسمها من البراغيث والكلام ده، لكن بالنسبه للانسان سو ديفيكالت، يعني هو حبكت عليه يبلع، على يعني يبلع برغوثه والبرغوثه تطلع مصابه ومصابه بالبيضه بتاعت يا اخي يا اخي، هو يعني فعلا يعني هي حبكت، يعني تيجي يبلع برغوثه والبرغوثه دي كمان يبقى فيها سيستر كود. عشان كده بنقول طريقه العدوى مش مناسبه للبني ادم، عشان كده بنسميه اكسيدنتال ان بتبقى ابنورمال هوت، لكن بالنسبه للدوج والكات بيبقى عادي. يبقى هنا الانفكتيف ستيج بالنسبه للدوج والكات والمان هو سيستر كود، مش مشكله. طب طريقه الانفكشن، انجيشن اوف فلي كونتينت سيستر كود، وصلت؟ تمام تمام تمام. ادي برضو مثال تاني للدبليديم كناينا، ادي الجراف سيجمنت شكلها، وادي البنويد ايج، وادي الانكوسفير، وادي السيستر كود،
وادي الاسكولبس والاتاك، دي رسومات مرسومه. وبعدين ادي هنا الفاينل هوست اهو، بينزل الايج في الاسطول، الايج بياخدها دول الحشرات اهو الانترميت هوست، بس هو بياخدها باللارفه دي، اللارفه دي تتحول فيها لسيستر كود كنت عملت ادلت. دي يقولي الساده دول الفاينل هوست ده يبلع ده ويتكون عنده الديفنت هوست، يتكون عنده الادلت. البص جينيسيس في الدوج ممكن تعمل انال بيوريتس وتعمل ماسيشن ويكنس نيرفس ديس اوردر دايجستيف ديستربنس في المان، يعني بتبقى شويه دايريه بس شويه ليس لكن تبقى غير متوقع. باز كوانتيل كاتريتمي. بعد كده هناخد السيستود بتاعت الاكواين والرومينال وفاملي انوبلوكيفاليدي وجينرال كاركتر. اول حاجه ليهم ان التاب وورم بتبقى اوف هيربيفرس، والسكولكس بيبقى لارج لارج سكولكس بلوبلر، وفي فور ساكرز ولكن الروستيلا مفيش ولا الهوكس، والنيك از ابسنت، النيك كده مفيش، عشان كده بيسموه نوبلو كفله يعني بالبلدي قنصه كده ما فيهاش رقبه خالص، وبيبقى ليها لارج ستروبليا او ران سيجمنت ماتيور، وجراف السيجمنت بيبقوا ويدر ذا لونجر، والسيجمنت بتبقى 1 اور 2 سيت اوف جينيتاليا ما فيش مشكله، واليوترس بيبقى بريزنس للايج كبسول في حاله بيبقى بيتحول لايج كبسول في حاله الجراف سيجمنت، واللارف ستيج بتاعها سيستركويد، والهوست الانترميديت هوست بتاعها اوربيتال مايس. خلي بالك ده بدا مكان الفلي هنا اوربيتال مايس ماشي. والانابلوكيفاليدي بتشمل تينس انابلوكيفالا، والانابلوكيفالا ديت بتصيب الهورس والدونكي. وطب تبقى موجوده فين؟ هي دي اللي احنا قلنا ممكن تبقى في السمول واللارج انتست. خلي بالك وبعدين بتبقى الانترميت هوست بتاعها الاوربيتال مايتس، والانوبلو كيفاليدي بتشمل حاجتين، انوبلو كيفلا بيرفولياتا وانوبلو كيفلا ماجنا. الانوبلو كيفلا بيرفولياتا دي سمول وايت سيستود من 8 ل 20 سنتي، وليها راوند ديسكولكس وشورت نيك، شورت نيك انوبلو، انوبلو يعني حاجه خفيف، النيك جنصه ما فيهاش رقبه خالص، بس عشان تبقى فاهم جنصه ما فيش رقبه، النيك ادوب حته صغيره خالص، والسيجمنت تبقى وايد رابدلي، وبتبقى مش يعني دايما احنا متعودين حتى في الجراف السيجمنت تبقى لونجر ذان برودر، دي لا دي تبقى وايدر ذان لونجر، وشكلها بالشكل ده شايف ادي السكوب، شايف النك الحته الصغيره دي، وده كله عباره عن السيجمنت بتاعتها الماتيور او الام والجراف سيجمنت او ام ماتيور وماتيور جراف، تبقى لاصقه كده شايف اهو السمول انتستن في اللارج انتستن، شايف ادي ايه النك الصغير ده اللي موجود بتاعها. وبعدين الايج بتاعتها بالشكل ده لانه كونفكس وفيها الهكساجانز ابرو من جوه، واللايف سايكل بتاعتها لو هو الصوره الجميله دي بتاعت الهورس بتبقى في اها شايفها دي الانابلوكيفلا بيرفولياتا، والايدج بتاعتها بتنزل في الجرافيت مع الجرافيت سيجمنت في الاستول، وبعدين الاوربت الميه الخنافس والخنافيش اللي موجوده هنا، طبعا مش اللي بياكلوها الصينيين دي عشان ما تبقاش كورونا، لا دي اوربت الميه، وبتاخد الاج دي ويتكون فيها سيست سيركويت، والسيست سيركويت ده اللي يجي الهورس ده ياكل الحاجات دي اللي فيها السيست سيركويت اللي فيها السيست سيركويت ويبلعها ويجيله الانفكشن. يبقى الجراف السيجمنت والاج باص والستول، وبعدين ايتين باي اوربيتال مايتس بيتكون فيها سيست سيركويت، وفي البودي كافيتي بتاعتها، والانفكشن باي سولينج ذا انفكتد انترميت هوست، بيبلع الشيله دي كلها على بعضيها تروح للسمول انتستين، السيستر كود يطلع ويعمل اتاش للانفكتد
الميكوزا واديني قبض نفس الكلام صح. شايف القبض شكلها ازاي؟ هتشوفها كده، شايف 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 ده كل ده ده وشايف بتعمل ايه؟ بتخلي كونديشن وحاجه صعبه، وممكن تعمل بيرفوريشن على فكره، وبالذات في الاليوسيكال جانكشن كوز بتعمل السريشن للميوكوزا في السادس بتاعتها. شوف هي ماسكه هنا ده، شايف الاماكن دي؟ كل ده ممكن يحصل لها بيرفوريشن على فكره، او ممكن تعمل ابستراكت للاليوسيكال جانكشن وبيرفوريت ذا انتستاينال وول وتؤدي لبريتونايتس وممكن الحصان يموت. خلي بالك الناس بتساهم بالحاجات دي، اهو ممكن يموت منك حصان في المزرعه بتاعتك، يرحلوك على طول من الشغل. الدياجنوز باي فاندنج ايج اروجراف سيجمنت في الاستول انوبلوكيفلا ماجنا، ودي ماجنا بتبقى اكبر شويه من البرفولاتا، والسكولز فيها فور ساكرز لكن ما فيش ليها لابت، ما فيش الحتتين اللي احنا شفناهم من تحت دول كانوا هنا في الحته دي، والسيجمنت تبقى برضو لونجر ذان انوبلوكيفلا بيرفولياتا. الايج بتبقى زيها بالظبط، وبيبقى اللايف سايكل نفس الكلام. دي ماجنا، ولو انت شفت يا اخي شوف 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 المنظر بتاع السكولس ماسك دي ازاي، وادي ده وادي شايف هنا، دي جميله جميله الصوره دي، شايف السكولس وبعدين داخل على طول على الاماتيور، الحته دي اللي هي النك القليل خالص اللي احنا بنسميها انوبلو كيف فون في الجيجنم وبريزنت في الانتستين، تعمل كتارر هيموريجيك انتراكس، ممكن تعمل بيرفوريشن اوف الانتستين وتعمل انيميا اوتس. الجينس الثاني هو جينس مونيزيا، ومونيزيا على فكره اسم عالم، مونيزيا اكسبانسا موجوده في الكاتل والشيب والجوت، طبعا في السمول انتستين الانترميديت وصل اوربيتال مايت. الأضغط بالشكل اللي انت شايفه ده تبقى زيها زي التنيات كده، تحس ان هي سيجمنتد وموجود. السكولكس بتاعتها اهو فيها فور ساكرز، ما فيش لا روستيلم ولا هوكس. الماتيور سيجمنت بتبقى برودر ذا لونجر، وبعدين فيها انتربروغريتيال جلاند موجوده على البستيرور ان بالشكل ده، والانتربروغريتيال جلاند دي along the posterior margin of each segment، وفيها تو سيت اوف جينيتاليا، ادي 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 اوفر وشغلانته، وادي اوفر وشغلانته، وده يفتح يمين وده يفتح شمال. وبالتالي المونيزيا من الحاجات اللي فيها داي سيت اوف جينيتاليا، فيها اثنين سيت اوف جينيتاليا او تو جينيتال بورس اون ذا لاترال سايد، زي مين؟ زي الدبليدم كمان صح، برافو عليك. الجراف سيجمنت هنا الجراف سيجمنت بتتحول لساك مليانه بالاوفا، بتبقى برودر ذا لونجر، وعلى فكره ممكن بنفرق بين المونيزيات المختلفه عن طريق الانتربوليتيال جلاند اللي موجوده على هنا في الاكسبانزا على اللاترال على على الانتربوليتيال جلاند موجوده على البستيرو مارجن بالشكل ده. يعني الانتربوليتيال جلاند دي هي موجوده حتى في الرسمه رسمها هو على الانتربوليتيال جلاند. الايج بتاعتها بتبقى تريانجولار، و بتبقى 50 ل 60 مايكرون، وفيها بايروفورم اباريتس سراوندد الهكساكانز امبرو، شايف ده الهكساكانز امبرو، ودي ايه الاباريتس اللي موجود فيه ده المونيزيا اكسبانس. خلي بالك المونيزيا فيها بايروفورم اباريتس. مونيزيا بنديني نفس الكلام، لكن الانتربوليتير جلاند عامله لاينر على الميديال وول اهو، تبقى عامله خط كده على الميديال وول اهو اهو، يمكن واضح اهي، ايوه اهو واضح في دي، واخد بالك واضح في دي اهو. من زي بنديني تريح نفسك، نفس الكلام ونفس الحكايه ونفس اللايف سايكل ونفس كل منزع دينتيكولاتا والبا، دي ما فيهاش انتربوليتير جلاند، ما فيش انتربوليتير جلاند، والتيس بتاعتها عامله زي الهرم كده من الناحيه دي والهرم من الناحيه دي، لكنها فيها تو سيت اوف جينيتاليا برضه نفس الحكايه، وال
ده اللي هي الألبا. الترايجونوفورا ده لا، نعيد الحته دي، نعيد بتاعت وبعدين المونيزيا دينتيكولاتا دي او المونيزيا ألبا دي اللي ما فيهاش انتر بيوبيتري جلاند. الترايجونوفورا دي فيها الانتر بيوبيتري جلاند، لكن الفرق بينها وبين الاكسبانسا ان التيسس ارانجين تو بايراميدز عامله زي الهرم كده من ناحيه دي، والهرم من ناحيه دي حوالين الاوفري، والانتربوتيال جلاند موجوده في الميدل بالشكل ده. لكن الفرق بينها وبين الاكسبانسا ان التيس هنا عاملين كوليكشن موجود شكل الهرم في الناحيه اليمين وشكلها في الناحيه الشمال، وفيها تو سيت اوف جينيتاليا برضه. باليدي دي بتاعت الاكواين وبرضه في السمول انتستين، ونفس الكلام في اللايف سايكل انتربوتيال جلاند ديفيوز او لينر، ما يعني بس نفرق بينهم ان دي بتاعت الاكواين مش بتاعت الكتف. الجراف سيجمنت برضه بتبقى تنزل في الاسطول تتاكل بالاوربيتال مايت، يتكون في سيستر كود، يجي الحيوان يبلع الاوربيتال مايت اللي هي الانترميديت هوز بما فيها من سيستر كود، يتحول لادلت في السمول انتستين. الافاتيلاينا ودي بتبقى موجوده في الرومننت والشيب، وبتبقى موجوده في السمول انتستين والانترميديت عباره عن اوربيتال مايتس، والاوفر بتاعها بيبقى سفيريكال سيتويتد توورز ذا جينيتال بور، والان سيجمنتد الاستروبيا كده تبان كمان لو كانت سيجمنت عامل زي ستيك ساعه زي ما نشوفها دلوقتي. والفيتيلاين جلاند ار ابسنت، عشان كده بيسموها فيتيلاين، يعني ما فيش فيتيلاين خالص. والايج بتاعتها بتبقى سيك شل وما فيهاش بايروفورم ابريتس. اللايف سايكل نفس الحكايه، ادي شكلها، شايف الشكل بتاعها بالظبط زي كده اهي، شايف شايف كده ايه بكامل، لو كان سيب سيجمنتيشن مضبوطه السيجمنت على ورا بعضها شكل. الاستيليزيا هيباتيكا اهي جاتك، استيليزيا هيباتيكا يبقى موجوده فين؟ موجوده في البايل داكت with large number، الهوست بتاعها بيبقى اوربيتر مايتس، والسيجمنت بتاعتها بتبقى شورت ومور فيزبل ذان افيتيلاينا، بتبقى واضحه شويه، لكنها ليها تو سيت اوف جينيتاليا، يبقى ستريزي هيباتيك مونيزيا ده بيبدا من كلام ليهم سيت تو سيت اوف جينيتاليا، وليها دبل يوترس، وفيها الجراف سيجمنت فيها بارا يوتراين اورجان، وليها بايروفورم ابريتس، يبقى هي والمنزل ليهم بايروفورم ابريتس، لكن دي فيها تو بارا يوتراين اورجان، تو بارا يوتراين اورجان موجودين في اليوترس بتاع الجراف سيجمنت. ادي شكلها، وادي شكل التستس، وادي الشكل الموجود تحت النصوب اللي انت شفته في المعنى. بكده يكون احنا وصلنا لنهاية السستود. عايز اقول لكم بس عشان ما تروحش تحفظ كتير، هتلاقي السستود كلها مشابهة لبعضها. يهمني تعرف بس ان دايما السستود بيبقى الانفكشن للديكتيف هوست، عشان يصاب بالادلت بياخد اللارفا، وعشان يصاب باللارفا ياخد الايج. دي حتة مهمة جدا، التنيات كلهم ترتبهم في موضوع واحد عشان صفحة واحدة بالترتيب اللي احنا قلناها قبل كده. اما باقي السستود بتاع الانيمالز هم كلهم زي الدايبليديم كانينا، ان الانترميت هوست بتاعهم عباره عن ارثروبود او اوربيتال مايتس بيسموه، والاوربيتال مايتس ده بياخد الايج، والايج بتتحول فيه لسيستر كود، يجي الحيوان يبلع الاوربيتال مايتس بالسيستر كود اللي فيها ياخد الانفكشن. ده اللي احنا ممكن نقدر نعمل ان شاء الله. بسم الله تعالى هنحاول نعمل لكم شوية أسئلة نقدر نجاوب الأسئلة والإجابة، إحنا تحت أمركم في أي شيء أنتم تطلبوه، وربنا يوفقكم، وإن شاء الله إن شاء الله نتقابل على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.